FMA, puis livre Siciliano, page 30, صفحة 30, numéro 1. بلش الآن عنا دقة اسمها La Valse. رح دقة على البيانو, بس إذا بتلاحظوا في أول مزورتين محطوطة الريتم تبعون نوار نوار نوار, بعدين بلانش بوينتي. البلانش بوينتي بذكركم هي 3 تون, يعني بتساوي كأنه 3 نوار. بس المزور اللي بعدها حاطين لا لا سي دو وبعدين سول, بس مش حاطين له الريتم زكروش أو نوار أو بلانش بوينتي أو شيء. فبتكون تجربوا أنتوا تلاقوا الريتم تبعون. ونفس الشيء تاني سطر الفامي فا سول لا فامي, رح دق على البيانو وقراها وجربوا أنتوا كتبوا الريتم اللي هو أول سؤال. روبلاس لو ريتم اي روباس لي بار دو مزور ديجا ديسيني اون بوينتيي. فبتكون تجربوا ترسموا الريتم, وبعدين في بآخر كل مزور البار دو مزور حاطينه هن بوينتيي إذا فيكم تعلمون مزبوط. رح دق كلها 1 اي 2 سي 3 سي دو مي سول دو لا لا سي دو سول فا مي فا سول لا فا مي ري مي ري دو. لازم من بعد ما نحط الريتم تسمعوها كتير قد ما بتكون بتحطوا الريتم. بعدين عنا بدنا نجرب نغنيها, تغنوها معي مثل ما حطيتها. بعدين السؤال اللي ورا, combien de temps y a-t-il dans la mesure à 3/4؟ entoure la bonne réponse réponse. بكل مزور من بهالدقة اللي هي الريتم الشيفر انديكاتور بنسميه مكتوب 3/4, بكل مزور كم temps عنا, كم pulsation بكل مزور, 2 pulsations أو 3 pulsations أو 4 pulsations. بدكم تحطوا دوروا جواب الصح. هذا بالنسبة للنمرو 1.